أطفال فلسطينيون بريطانيون سلموا رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة. تالا زويدي إحدى هؤلاء الأطفال ممن سلموا الرسالة لرئيس الوزراء البريطاني. تالا بالرغم من ولادتها بالعاصمة لندن إلا أن ما يقع في غزة من انتهاكات جعلها حاضرة في الدفاع عن حقوق الطفل الفلسطيني بفعل جذورها الفلسطينية، وباتت وجها معروفا في المملكة المتحدة. كانت أول مشاركة لتالا في مظاهرات لندن بشأن الحرب على غزة عام 2014، وعمرها لا يتجاوز حينها 2.5 عامين. تالا، شو عملتم لما سلمتم الرسالة؟ شو هدفكم؟ شو الفكرة؟ احنا سلمنا الرسائل لباب لريشي سوناك عشان يروح يقرأهم. احنا كتبنا عشان نعمل سيس فاير بغزة عشان نحمي الاطفال اللي ماتوا وما يموتوا كمان اطفال. وكم يعني كم وقع على الرسائل؟ يمكن 70 واحد. كان في كتير رسائل بالصندوق، أنا وغزلان كتبنا رسائلات، وكان في كتير أولاد هم غزويين بس عايشين وولدوا بريطانيا. وشو تنتظرين من 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 حكومتكم البريطانية من ريشي سوناك؟ إن شاء الله لما يكرههم يشوف الفكرة، يعني لازم نحمي الأطفال الماتين بغزة عشان الأطفال بغزة ما لهم دخل بالحرب وما لازم يموتوا بهاي الطريقة. الأولاد في غزة ما لهم مش دخل، ليش يموتوا؟ لازم يعمل سيس فاير، لازم يخلونا إحنا إن شاء الله نجيب ناس من عائلتنا لليوكي. هذا صور ميس، هي كانت 8 سنين، وهاي قدام دار 60 قصفت. هي ماتت مع أختها أميرة، كانت 3 سنين، وهي كلهم هذول الثلاثة ماتوا مع بعض. هذا عبود، هذا مش عارفة مين اتاخد هذا الصورة، بس جوا دار من واحد من قرايبتنا. هو كان 19 و8 و3، هم بس كانوا أطفال وما كان عندهم علاقة بالحرب، ومفروض ما يموتوا بهالطريقة اللي ماتوا فيها. تتميز تالا بحضور قوي لشخصيتها في المظاهرات المؤيدة لحق الطفل الفلسطيني، وهي اليوم تتصدر المشهد مرة أخرى في تسليم رسائل لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. محمد الفنيش، قناة الغد.